أولا علشان برضو ندي للسادة المشاهدين كده يعني بريف سريع، هو فرح أسطوري يعني. مشير حنفي اللعيب الوحيد اللي قال أنا مش هعمل في قاعة ومش عايز حاجة اسمها 100 فرد ولا 200 فرد ولا الكلام ده، أنا لازم شبرا كلها تيجي فرح مشير حنفي. تمام. فعمل فرحه في منطقة شبرا كلها عند البيت، ومش عايز أقول لك حضر حوالي قد إيه كده يا كابتن وليد؟ شبرا حضرت بشكل يعني بتقول ايه يا كابتن شادي؟ حضر حوالي قد ايه؟ لا حضر زي الاستاد كده حاجه بتاعت مثلا 20 30,000 يعني. مش اقول لك، عايزك تدخل في المهم ايه اللي حصل في الفرح. ركله يا كابتن ريدمان ما عادش 10 دقايق. لا ازاي ده؟ انا كابتن شادي كان جايب باند وجايب فرقه موسيقيه، تمام؟ تمام. وبعدين فوجئنا ان كان في شتاء شويه فالدنيا مطرت، راحت نازله فصل الكهرباء بالكاسيت بالدنيا كلها. فكلنا فضلنا مستنيين شويه، جم صلحوا الكهرباء وبعدين لقينا الكاسيت اتسرق. فمشير راح ماسك الميكروفون وقال يا جماعه اللي بيحب مشير وبيحب فرحه يرجع الكاسيت، عايزين نكمل. ذكريات جميله يا كابتن وليد، وهو ده الجميل مع الاجيال كلها. بتحقق، وفي نفس الوقت اللي انت بتحقق فيه انجازات بيبقى فيه ذكريات ما بتتنسيش يا كابتن وليد. وعمرنا يا كابتن شادي ما سيبنا بعض، عمرنا ما سيبنا بعض، ولا في جواز مشير ولا في جواز ياسر ولا في جواز كابتن عبد الجليل او كابتن عمرو انور، وكلنا كنا واقفين مع بعض سواء في الاحزان او في الافراح. ودي حاجه يعني بقى رساله من عندك لكل الاجيال حتى جيل النادي الاهلي، نفسي يبقى في تواصل بين كابتن عماد متعب ورمضان صبحي، لعيب كبير ولعيب صغير، نفسي يبقى في تواصل ما بين كابتن النادي الاهلي حسام غالي وحسام عاشور وما بين كريم بامبو. هو ده اللي يعمل الحب داخل اي فرقه ويزود البطولات. كابتن وليد، عايز اعرف منك نقطه فنيه وتتفق معايا فيها ولا لا. اكيد مستر جريدو وانت واحد